وفي أخبار الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسة القارية، يواجه غدا فريق شبيبات القبائل بملعب الشهداء بالكونغو نادي فيتا كلوب لحساب إياب الجولة الخامسة من منافسة رابطة الأبطال. ويتمسك الكناري بالأمل الأخير للتأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة الإفريقية، وهو الذي يمتلك 4 نقاط فقط إلى أن فوز شبيبة في مباراة الغد مع تعثر رجاء البيضاوي سينعش حظوظ أبناء الكناري في التأهل.